بحبك يا بطريق، بحب بطريق هذا هذا بطريق. عنوانه في قصاصات مع الأمن عشان اللي عايز يتصل بيه يدهوله. ده راجل مش بيدعي في طريقه انه يبقى رمز من رموز النادي الاهلي. ربنا يسترها معايا يا رب، رب يسترها معايا يا رب. بركه العام الجديد يسترها معاه هو وزمايله يا رب، وكلهم شر الاصابات. اهلا وسهلا بيكم. كان النهارده المفروض يكون معايا كابتن محمود الخطيب، كان هو وابو تريكا في ليجوس، وبعدين الكابتن الخطيب قال لي لا ده ليله ابو تريكا، ابو تريكا يستحق حاجات كتير قوي لازم تتعمله. ناس كتير بتصطاد في المنطقه دي، وناس كتير بتقعد تكتب كلام انا بقراه عن علاقتك بالخطيب. الخطيب قال ابو تريكا احرف مني، وانت قلت الخطيب مفيش بعده.